بحب ذكركم انه استفتاء صدى الملاعب كان في 72 لاعب من 18 دولة، حطينا 4 منهم تختاروا الافضل ليكون ممثل بلاده في استفتاء افضل لاعب عربي. 850 ألف شخص شاركوا في المرحلة الأولى، اليوم انطلقت المرحلة الثانية لاختيار أفضل لاعب عربي العام 2019 من بين 18 لاعب فازوا بالمرحلة الأولى. بإمكانكم طبعاً اختيار لاعبكم عبر التصويت على حسابات صدى الملاعب على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وأنتوا اختاروا من ترونه هو أفضل لاعب عربي، أفضل بالأداء مش بس بالعواطف بالوطنيات.